اختتم الفريق الوطني اجتماعاته المشتركة مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ضمن الجهود التنسيقية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022. وقد عقد الفريق الحكومي الذي ضم كلا من معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اجتماعه المشترك اليوم عن بعد مع ممثلي السلطة التشريعية من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، حيث تم مناقشة الميزانية المقدرة لمشاريع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي تشتمل على عدد من مشاريع البنية التحتية كقطاع الطرق والصرف الصحي. خلال الاجتماع تم استعراض أهم المشاريع الحيوية التي تنوي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذها ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، كما تم تقديم الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات اللجنتين حولها. نوه الفريق الحكومي بأنه سيتم البدء في دراسة كافة المعطيات للوصول إلى توافق مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود التنسيقية المشتركة مع السلطة التشريعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 في ظل الظروف الاستثنائية العالمية لجائحة فيروس كورونا، والتي تحتم إنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن وفقا للمبادئ والأسس التي من شأنها أن تصب في صالح المواطن بما يدعم كافة البرامج والخطط التنموية. الجدير بالذكر بأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 ارتكز خلال مراحل إعداده على عدد من المبادئ الأساسية التي تأتي من ضمن أولوياتها مواصلة تقديم الدعم والخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطويرها، إضافة إلى خفض المصروفات الإدارية الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية، مما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.